ملاحظات طقسية على عيد الغطاس. عيد الغطاس اسمه عيد الظهور الإلهي، تيوفاني. بدأ قوي مش عايز إبيفاني، لأن لسه قاري على الفيسبوك النهاردة أحد الآباء بيقول إبيفاني، هي تيوفاني. ودي أول الأعياد اللي احتفلتها الكنيسة القديمة، وأحد الأعياد السبعة الكبرى السيدية. وبدأ السيد المسيح خدمته بالمعمودية، وبعد كده طلع الجبل وصام وجرب فوق الجبل. السيد المسيح لما كمل 30 سنة، لأن 30 سنة كانت هي وقت ابتداء الخدمة أو الكهنوت في العهد القديم. تعرفوا أن السيد المسيح بيقولوا، يعني التراديسيون بيقول أنه مشى 300 كيلو متر لغاية ما وصل إلى شاطئ الأردن عشان يعتمد من يوحنا المعمدان. بيمارس طقس اللقان 3 مرات في السنة، يوم المعمودية، يوم عيد الظهور الإلهي، يوم خميس العهد على مثال المسيح اللي غسل أرجل التلاميذ، ويوم عيد الرسل. ليه تعمد المسيح؟ هو كان محتاج السيد المسيح انه يعتمد؟ السيد المسيح اعتمد كطاعة للأمر الإلهي، قال ليكمل كل بر. السيد المسيح يا أحبائي في تجسده على الأرض أخفى، كان تملي يخفي لاهوته، وفي نفس الوقت يظهر ما يثبت لاهوته بدون ما في ناس تيجي تقول لما تسمع عن المناقشات ساعات تبقى غبيه. هات لي ايه واحده في الكتاب المسيح قال انا هو الله. كتاب مليان ايات بتثبت ان المسيح هو الله. فعشان كده السيد المسيح كان بيكمل كل بر عشان يعلمنا احنا موضوع الطاعه. عندي طقوس، عندي ترتيب، عندي أصوام، عندي صلوات، لازم أطيع وأكمل كل بر. الحاجة التانية ودي كانت عجيبة وجميلة، إن هو عمل علاقة مع التائبين، لأن دي معمودية يوحنا كانت للتوبة. رغم إن هو كبار، ورغم إن هو جه علشان يخلصنا، وبالرغم إن هو كامل وبلا خطية، ولكن بالرغم من كده اعتمد في نهر الأردن من يوحنا علشان يعمل علاقة بين ولاده التائبين. الحاجة الثالثة يا أحبائي، عشان يتمم التقديس الناموس الطقسي اللي هو اللي تقديس الكاهن للخدمة في سن 30 سنة زي ما قلت لكم، دي لقوها في سفر الخروج كده، يعني صح 29 او 30 كده في النص شوي. النقطة الرابعة اللي اعتمد المسيح علشان يكون قدوة للي جم اعتمدوا بعديه، علشان يكون قدوة للخدام اللي بيمارسوا ممارسة الاسرار، وعلشان يعلن للناس ان معمودية يوحنا معمودية للتوبة، معمودية من السماء برضو. وعلشان يوحنا في هذا اليوم أول واحد في العهد الجديد يتنبأ عن صلب المسيح، يقول إيه؟ هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. قالها قدام الشعب كله، يعني لسه للمسيح بدأ خدمة، ولا اتكلم عن الخلاص ولا وعظ ولا راح في حتة، وراح على طول من أولها يوحنا أعلن أن هذا هو المسيح المنتظر، ده هو المسيح حمل الله اللي حيصلب علشان يخلصنا من خطايانا. وبرضو علشان يؤكد أهمية العماد، لما تقرأ في سفر الأعمال الحديث بتاع مش في سفر الأعمال، في سفر في إنجيل يوحنا الحديث بتاع السيد المسيح مع نيكوديموس، وازاي واحد لما يكبر يتولد تاني، وقعد يفهمه السيد المسيح،
عشان يفهموا أن المعمودية مدخل ضروري للسماء. إن لم نعتمد من الماء والروح لا نعاين ملكوت الله. وبعدين النقطة السابعة برضو المهمة ليه المسيح اعتمد، لأن في هذا اليوم ظهر لنا الثالوث المقدس. الآب في السماء صوت بيقول هذا وابن الحبيب الذي به سررت، والابن في نهر الأردن، والروح القدس مثل حمامة. الابن في الماء، الصوت في السماء صوت الآب، والابن في الماء والروح القدس نازلا عليه مثل حمامة. طب ايه بقى الفرق بين معمودية يوحنا ومعمودية السيد المسيح؟ لان لغاية دلوقتي في المعمدانيين ان هما يستنوا 30 سنة ويعتمدوا معمودية يوحنا. مش سر للأسف. و يعني هما نشطة جدا، ويعني انا بفرح لهم انهم بيبشروا حلو قوي مع المسلمين، لكن للاسف المسلمين اللي بيروح عندهم بيتعمد رمزي. فانا بيصعب لما بقعد مع حد منهم عنده ايمان قوي قوي بالمسيح قوي الايمان وبس، ببقى نفسي كده اقوم اعمدهم. فنصلي علشان معمودية يوحنا لسه لغاية دلوقتي موجودة، اللي هي معمودية يوحنا بالماء، أما معمودية المسيح فبالماء والروح القدس. معمودية يوحنا للتوبة، أما معمودية المسيح دائمة ولا تتكرر. معمودية يوحنا كانت لليهود بس، إحنا لكل العالم، مسيحيين وغير مسيحيين، لكل العالم. فعشان كده يا احبائي المعمودية هي السر الاول من اسرار الكنيسة. لو ما حدش هو باب الاسرار، بيسموه باب الاسرار، بدونها ما نقدرش ناخد بقية الاسرار بعدها، ولا نقدر تثبيت الميرون، ولا نقدر التوبة، ولا نقدر الزواج، ولا نقدر الكهنوت. ده سر مقدس، لازم هو اول سر يمر. وزي ما قال مهم جدا، زي ما قال السيد المسيح، من لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يعاين ملكوت الله. عشان كده لما بنجيب اطفال نقول للناس عمدوهم بسرعة. ان شاء الله قريب نشيل الاربعين يوم والثمانين يوم كمان، عايزين نعمد بسرعة. مفيش فرق بين البنت والولد، كلكم بتزعلوا من الموضوع ده. كان لما يدخل بولس الرسول اي بيت، زي ما دخل بيت كرنيليوس، وزي ما دخل بيت فيبي وسجان فيليبي، وده كان يعمد ايه؟ هو واهل ايه؟ بيت. وما كانش بيخلي الاطفال يقول لهم لا ما يتعمدوش، كله كان بيتعمد. فعشان كده احنا بنقول ان المعمودية للطفل، المعمودية مهمة جدا وبسرعة. المعمودية اول سر لانها باب الاسرار وباب السماء، ولان زي ما قال السيد المسيح هما بيقولوا آمن فقط تخلص، آمن فقط تخلص. الإيمان معنى كلمة الإيمان إيه؟ أصل الإيمان مش إن أنا أقول مش هنعمل زي إخواتنا بقى، الرب يسوع المسيح هو الرب وخلاص وكده يبقى آمن. الإيمان هو عمل، هو ممارسة. يؤمن إنسان بالمسيح، أخده للمسيح، وعشان اخده للمسيح ويعيش مع المسيح لازم يمارس اول سر اللي هو سر المعمودية. من امن واعتمد خلص. وفي الاية التانية امن فقط تخلص، دي في حالة ان هو يخلص من فكر ايمانه القديم. لكن انا امنت بالمسيح، طب وبعد كده هدخل بقى امارس ما طلبه مني المسيح، وأمارس ما تطلبه عروس المسيح الكنيسة من طقوس وصلوات وأسرار في الكنيسة. وعلشان كده بولس الرسول يقول بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح. وزي ما بنقول في الوصية بنقول للي بيعمدوا، بنقول لهم
القديس أغسطينوس قال إحنا لنا ميلادين، ميلاد جسدي من الأب والأم، وميلاد روحي من السماء والكنيسة. عشان كده يا أحبائي بيقول مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله. وكلمة الله دي اللي هي الصلوات اللي في المعمودية. المعمودية بتاخد ساعتين في الكنيسة دي، كلها صلوات، أروع ما يمكن من صلوات، قوية بطريقة أنا نفسي بعيش عليها أسبوع كده مبسوط. فعشان كده يا أحبائي مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. مش عايز أطول لأن عايزين نطلع في ميعادنا. كل سنة وانتم طيبين بعيد الثوفانية، بعيد الظهور الإلهي، وربنا يعيد عليكم مثل هذه الأيام بالتقدم الروحي وبالبركة والصحة، وما تنسوش تصلوا من أجلي.